هاي بنات، شلونكم؟ شو اخباركم؟ اليوم بسوي معاكم خلطة الهردة. المكونات تقدرون تشيلون منهم عادي، بس هذه المكونات اللي انا دايما احطها في خلطتي ومن زمان استخدمها. طبعا شنو الهردة؟ هي هذه الطحينة السائلة، كل واحد يسميها اسم بديرته، اي ماركة اي نوع عادي، بس لازم نوع زين. انا هذا اللي حصلته انه تكون طحينة سائلة. اوكي، هذه الهردة. عندنا المكونات: طحينة، زيت اللوز المر، زيت الليمون، زيت اللوز الحلو، كريم كاب سنفرة، عندنا بعد ملح اليوكو النوع اللي تبونه، أهم مكون الشكر. أنا ما أحب أحط وايد ملح، الشكر أكثر وبس. وصابون مبشور، نوع الصابون أنا أفضل هذا النوع من الصابون يوكو. الطريقة وايد سهلة، نجيب الصابون المبشور نحط فوق الشكر، بعدين نجيب الملح، ملح اليوكو، لا تكثرون، إذا فيكم حساسية من الملح استغنوا من عنه. هذه كمية، بعدين نحط من هذه بالبابايا، بس نص الكمية، يعني نص كمية الشكر، الملح، هذه المقادير الجافة، نخلطهم مع بعض، بعدين نضيف المقادير السائلة. طبعاً الحين شو نسوي؟ نخلط المكونات مع بعض، مكونات الجافة، الشكر والملح والصابون المبشور، نخلطهم عدل، أوكي، كذي، ونخليهم الطرف. طبعاً الأدوات كلها لازم معقدة. نجيب هذه مقدار الشكر كريم الكاب، مهم التعقيم والنظافة، تجهيز هذا الوصفة لأنه بتم. إذا كنتوا مو لابسين التسوس ومو معقمين راح بسرعة تعفن. أوكي، نخلط. الحين نضيف الهردة، تقريبا ثلاث أرباع العلبة، نكون خلطينها عدل. أوكي، ثلاث أرباع العلبة أضيفها، خلطتها عدل، الزيت مخلوط مع الهردة، لأن أول شيء راح يكون زيت، خلطوه عدل مع الهردة، بعدين حطوها مع المكونات، نخلطها. الحين نضيف الزيوت، ربع كوب من كل زيت تقريباً، أو على حسب خلطتكم. وهم أرد نخلط عدل. هذه نتيجة الخلطة النهائية. طبعا أنا خلطها بالخلاط لأن إيدي اليمين فيها حرق فما أقدر أستعمل أصابعي. الحين شوفوا، طبعا تأخذون بتسوس نظيفة، ما بيسوي عليها إن شاء الله يطيح داخل بالشاور، جسمكم رطب، تسوون الزنفرة نارية ومو خشنة، يعني ما راح تشمخ أجسامكم. تلكون جسمكم 5 دقائق بالحمام وشوفوا البياض. حتى لو استخدمتوها بشكل يومي أو يوم وترك ما راح تضر، لأن الشكر أكثر. بنات، رحت غسلت إيدي، طبعا النعومة خيال خيال، شوفوا مقارنة بين إيدي، هذه فيها سنفرة هذه لا، وايد حلوة السنفرة، جربوها كل يوم. هذه تكفيكم وما تخترب، إذا حافظتوا على النظافة تقعد 3 شهور 4 تحطونها
علبة زجاج بالثلاجة وقت الاستخدام، تاخذون الكمية اللي تكفي جسمكم وتخلونها بالثلاجة، لا تدخلونها كلها الحمام لأن فيها مواد طبيعية. وإذا تبين بياض أكثر وقت السباحة، أخذي الكمية اللي تبينها وحطي معها قفشة صغيرة حليب بودر، هم خيالي خيالي للجسم، يعني أخذي منها كمية خليها شوية تدفى من الثلاجة وخلطي معها حليب بودر، هم عجيبة. لا تخلطون حليب البودر مع هذا، لأنه إذا حطيتوا حليب بودر مدتها تصير 3 أسابيع بس، أما هذه 3-4 شهور بالثلاجة ما راح تخترب، ويمكن أكثر إذا كنتم معقمين كل المواد. اللي يسألون شلون الريحة، ريحتها لوز، الزيت اللوز غطى على ريحة الهردة فريحتها لوز، ريحة اللوز الحلو، هذا الحلو ريحة هذا الزيت، ريحته ترى مقبولة وحلوة. يعني عقبها طبعا تاخذون شاور، وهو بالشاور تاخذونه، فهي سنفرة من خطوات الشاور، استمروا عليها ودزولي النتائج.